قنينة والناموس لكل الفائزين في هذا اليوم، وحظ نوفر لمن لا يحلبه الحظ في الأشواط الماضية. أشواطنا تستمر ونحن نتواصل بالصوت والصورة لمتابعة هذه النجومية، هذه الأصايل النادرة التي تتنافس في هذا اليوم من أجل اختطاف أشواط التسعير. يسير شوطنا الثامن في هذا اليوم الخاص بأول، شوطنا التاسع الخاص بمنافسة الإبكار. أسير إلى المقدمة وتابع المركز الأول، وهذه هي ترنيمة على الصدارة الأولى. إبراهيم بن عبد الله بن حمد الدرعي بن همول يتقدم على الصدارة، بينما الغدوم مع المركز الثاني هذه هي زعفران نايع بن مصبح بن عبود الغفلي، بينما في المركز الثالث الغادمة هذه هي الغوز. الغوز غادمة، أحد المناطق الجميلة في مدينة دبي. يتقدم مشاهدين الأعزاء في متابعة تسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما في المركز الرابع أو هذه هي طاعة عبد الله بن جاسم بن خليفة المسافري، بينما في المركز الخامس الضبي محمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة يتقدم في المركز الخامس. هكذا نتيجتنا، هكذا ندائنا للخمسة المراكز الأولى، لكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى التحدي، إلى الإثارة، إلى المنافسة الغوية. أو هذه اللي سيطرت زعفران، زعفران المسيطرة على مقدمة هذا الشوط. نايع بن مصبح بن عبود الغفلي يتقدم على الصدارة، يتقدم مع زعفران. هذه هي زعفران اللي انفردت، اللي راحت إلى الانتصار، إلى الفوز. سلام سلام يا ابن عبود. النقطة الثانية، النقطة الثانية في هذا اليوم لهذا الشعار، بينما وصلت في المركز الثاني هذه الظبي لمحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة، بينما في المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الأعزاء من ترنيمة لإبراهيم بن عبد الله بن حمد بن همول الدرعي. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. عودة بالتهنية والناموس إلى مالك، أيضا إلى مالك زعفران نايع بن مصبح بن عبود الغفلي. التوقيت الزمني 2:06. تهانينا والناموس.